خل اقول لك معلومه راح تصدمك، خليك تسوي كذي. بتكلم عن ريحه الفم الكريهه، زين شنو اسبابها؟ بس ولكن ركز معي، يمكن انت مختص بالاسنان دكتور، ركز معي. نتكلم عن شخص لثته 100%، نتكلم عن شخص ما عنده ضرس خربان، واضح واضح اموره طيبه. من وين جت ريحه الحلج الخايسه هذه؟ ركز معي، شوف الصدمه. يكون الشخص هذا عنده قلق وتوتر وعصبي. يلا عاد يلا يلا ما لومك، سوها لاني انا قبل سويتها. ايش رايك؟ الله معطيك نعمه العقل، ايش رايك نفسرها مع بعض؟ يلا يلا. شوف عندنا احنا بكتيريا نافعه وضاره، واضح واضح عندنا بالامعاء، واضح بالامعاء القليظه. حلو، لما تضايق وتزعل وتنقهر يفرز شيء من القده الكظريه، في عندنا كلتين فوق القده الكظريه، تفرز كورتيزول. الكورتيزول يسوي اضطراب بين البكتيريا النافعه والضاره. اول ما يصير هذا الاضطراب بعدها منو يفوز؟ البكتيريا الضاره تتفوق على منو؟ البكتيريا النافعه. بعد ما تتفوق وتزيد البكتيريا الضاره تطلع غاز اسمه امونيا، تتفاعل هي وهي تموت على شيء اسمه سكر. غاز الامونيا ايش راح يسوي؟ راح يصعد لي فوق، فوق عندنا صمام، الصمام هذا راح يتبطل. ليش؟ لان الكورتيزول يفتح الصمامات، عندنا صمام هني بالامعاء وعندنا صمام المريء. بعد الغاز يصعد عند المريء، الصمام بطل يقوم يصعد هني، تطلع ريحه الحلج. انزين اقتنعت الحين صح؟ ممكن لا، ركز معي. زين نبي نقضي على الامر هذا، شنو نسوي؟ ندخل خلط التفاح العضوي عشان يسكر الصمامات، عشان ينلسع من الحمض خلط التفاح، زائد نزود الجسم بالبكتيريا النافعه. والله العظيم 3 ايام وخفف سكر كثر ما تقدر، 3 ايام وروح انفخ انفخ، راح تتغير الحياه كلها عندك. واضح يا جماعه؟ عرفتوا الزعل والقلق شنو يسوي؟ يسوي خلل بالبكتيريا.